حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الاقتصاد في ساعة. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن إدراج العراق على القائمة السوداء للمفوضية الأوروبية فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانعكاسات ذلك على البرنامج الاقتصادي للحكومة وعلى الاقتصاد العراقي برمته وجذب الاستثمارات، وما الواجب على الحكومة من الإجراءات التي يجب أن تتخذها حتى تؤدي إلى إخراج العراق من هذا الإدراج على هذه القائمة السوداء، وما هي الإجراءات التي لم تتخذها الحكومة والتي أدت إلى إدراج العراق على هذه القائمة. للحديث عن هذا الموضوع سيكون معي الدكتورة سلام سميسم وهي الخبيرة الاقتصادية، وسوف ينضم إلينا لاحقا النائب أحمد حمى رشيد عضو اللجنة المالية البرلمانية، وسوف نبدأ نقاشنا في هذه الحلقة بعد متابعة هذا التقرير. تلقى الاقتصاد العراقي صفعة جديدة بعد أن تم إضافته من قبل الاتحاد الأوروبي على قائمته السوداء المعنية بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب جنبا إلى جنب مع إيران وكوريا الشمالية واليمن وسوريا. خبراء اقتصاد أكدوا أن القيود المفروضة الجديدة ستؤدي إلى فرض مزيد من القيود على التحويلات المالية من العراق وإليه، مما يصعب على المستثمرين العراقيين وعلى الأوروبيين العمل في البلاد التي تعاني أصلاً من أزمة مالية خانقة. وزير الخارجية دكتور فؤاد حسين أعرب عن خيبة أمله وعن استغرابه في ذات الوقت تجاه القرار الأوروبي بعدما حقق العراق تقدما كبيرا أدى إلى شطبه من القائمة العالمية لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية الدولية للبلدان التي تعاني من أوجه قصور استراتيجي في عمليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب العام الماضي، مضيفا أن العراق اتخذ عدة تدابير لتعزيز إطاره القانوني مما أدى إلى زيادة التعاون مع نظرائه، وأن العراق شارك بشكل كامل وعمل عن كثب مع مفوضية الاتحاد الأوروبي منذ عام 2016 لتلبية متطلبات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. القرار الأوروبي من شأنه أن يكون له تأثير اقتصادي واجتماعي ضار على العراق، وسيؤثر في التعاون مع الدول الأعضاء فيه بموجب اتفاقية الشراكة والتعاون بين العراق والاتحاد. القرار جاء بعد إجراء وزير المالية العراقي علي علاوي اجتماعات مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في العراق بداية الشهر الحالي، حيث تم الإعلان عن خطة مالية للإصلاح الاقتصادي العراقي بشكل كامل يفترض أن تقدم إلى البرلمان لإقرارها خلال الأشهر المقبلة. وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي فإن البنوك والشركات المالية الأخرى وشركات الضرائب ملزمة بتدقيق أكثر تأنياً تجاه زبائنها الذين لهم تعاملات مع الدول المدرجة في القائمة. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، وأرحب بضيفتي دكتورة سلام سميسم. دكتورة سلام مرحبا بك. اهلا وسهلا بكم، اسعد الله اوقاتكم. حياك الله. دكتوره سلام، نتحدث بدايه عن معنى اليوم ادراج العراق ضمن القائمه السوداء لمكافحه غسيل الاموال وايضا تمويل الارهاب من قبل المفوضيه الاوروبيه، ماذا يعني ذلك اليوم على الاقتصاد العراقي؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم. هي القضيه نقدر نقول يعني انا ما اريد يعني انقل شعور سلبي، لكن في واقع الحال هي بمثابة حصار جديد على الاقتصاد العراقي، وهذه هي القضية التي يجب أن يدركها القاصي والداني، ويجب أن يدركها المتلقي العراقي، لأنه راح يتحمل أعباءها هذا المتلقي، لن يتحمل ذلك المسؤولون الكبار. القضية بمثابة عقوبات جديدة ستواجه الاقتصاد العراقي، لأنه عندما تقرر أن العراق وفق، طبعا على فكرة في بعض الناس اتهموها قضايا سياسية، اتهموها أنه تحت نظرية المؤامرة أو كذا، هذا شيء خاطئ. هنالك معايير معينة ومؤشرات، وفق هذه المعايير والمؤشرات الاقتصاد العراقي لم ينجح في الاختبار العالمي لكي يستأهل، يعني يتأهل للانتقال إلى مرحلة تؤهله إلى فسح المجال لخلق مناخ استثماري جديد. بمعنى
إنه العراق كبيئة اقتصادية ومالية تحديداً وسياسية وعسكرية غير ممكن أو غير آمن لانتقال الأموال إليه من خلال أما المنح والإعانات من جهة وأيضاً من خلال القروض. هذا يعني أنه الآن هنالك جرس إنذار قد أقرع. هذا جرس الإنذار سيعيق تسليم العراق أي قرض، وأيضاً سيعيق عمليات انتقال الأموال إلى العراق فيما لو أراد المستثمرون القدوم، وأيضاً عقد صفقات اقتصادية، وأيضاً بنفس الوقت قد يكون إذا ما تمادى العراقيون يعني صانعوا القرار في استغفالهم للتحديات الاقتصادية المتأتية من هذا التصريح قد يؤدي إلى انتقالنا إلى البند السابع، وبالتالي توضع كل موارد العراق تحت وصاية مجلس الأمن الدولي. نعم، طيب جميل دكتورة، ولكن يعني النظام المالي العالمي يعني يعمل كل على حدة، لا يوجد قرار موحد اليوم للنظام المالي العالمي، خاصة عندما نتحدث عن دول الكبرى الاتحاد الأوروبي وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم العراق يوضع على القائمة السوداء فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بينما في عام 2019 يشطب اسم العراق من القائمة العالمية لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية الدولية. ما هذا يعني التناقض برأيك؟ هذا ليس تناقضا، هنالك مؤشرات معينة، على ضوء هذه المؤشرات يتم تصنيف البلد. هذه المؤشرات في ملخصها هي خمس مؤشرات رئيسية. نعم. مؤشر الأول مؤشر الحرية الاقتصادية، مؤشر الثاني اللي يسموه المؤشر الثلاثي المركب لثروة الأمم الاقتصادات، يعني كيف تقاس ثروة الأمة، يعني إحنا مثلا بالعراق بيش بس بالنفط كان عندنا لازم غير أشياء. مؤشر التنافس العالمي، إيش قد هو يقدر هذا الاقتصاد يتنافس على مجال الاقتصاد والطاقة في العالم. نعم. مؤشر التنمية المستدامة، وهذا أخطر شيء وتعتمد الأمم المتحدة. والمؤشر المركب للمخاطر القطرية، وهذا هو المؤشر اللي تتداخل به السياسة والاقتصاد والمال. معناها احنا لما طبعا هذه المؤشرات ما محطوطه اعتباطا، يعني اول مؤشر اللي هو الحريه الاقتصاديه هذا وضع من قبل خبراء من هذا الجورنال ستريت، اقول الوول ستريت جورنال. نعم. وعندنا الهيريتج فاونديشن، معهد مهم للبحوث اسمه هيريتج فاونديشن امريكي، ووضعوا معايير. لذلك ترى انه البلدان تتدرج في هذه المعايير حسب مستوى الحرية الاقتصادية لها. المشكلة اللي صارت في هذه الفترة ولا سيما بعد قضية كورونا وقضية النفط بينت العيوب الموجودة في الاقتصاد العراقي. نعم، ربما عرت هذا الاقتصاد. نعم، عرت هذا الاقتصاد. هذا الشيء سلط الضوء على نقاط لم تكن قد كشفت للعالم من قبل. صحيح. يعني بين مثلا هي عندنا من ضمن النقاط مدى سيطرة القطاع العام على الدولة. بين عندنا انه كل القطاع العام كله هو للدولة، القطاع الخاص ما إلى دور. نعم. يعني المستشفيات بيد الدولة وسيء، الانفاق بيد الدولة وسيء، الناس هسه اليوم 54 يوم ما ماخذين الرواتب، الدولة متحولة دولة ريعية وبها ترهل إداري، هذا كله اعتماد على الدولة. هذا كله بين شو وقت بين من الانهيار الكبير من أسعار النفط، فانكشفت الموازنة العراقية إنه إحنا ما عندنا نشاطات اقتصادية، إحنا ريعية بامتياز، وإذا قايلين 97% طلع أكثر من 97. زين، بينت إدارة الدولة المالية خلال نهاية 2019 وبدايات 2020 ما عندنا موازنة وده نمشي على 1 على 12. نعم. وماكو مثل ما نقول بالمثل العامي لا صداد ولا رداد، ما حد يعرف الفلوس شلون ده تجي وين تروح. هذه كلها ترى عد المعايير لما يجون يحاسبونه قانون الإدارة المالية وينه، فهذا أول نعم، واحد. ولكن اسمحي لي هنا في المقاطعة دكتورة. نعم. سلام، يعني إدراج العراق أخذ ربما عامين من الزمن حتى يدرج العراق على هذه القائمة السوداء. نعم. يعني هذه الأمور هي أمور جديدة على الحكومة العراقية منذ رحيل الحكومة السابقة واستلام السيد الكاظمي، يعني نحن لا نملك موازنة منذ أن
كانت هناك حكومة تصريف أعمال، ولكن ما قبل ذلك كان هناك موازنة للحكومة العراقية، وحسب تصريح وزير الخارجية بأن يعني العراق أو الجهات المعنية تحديدا قامت بالتفاوض وبالتواصل مع الاتحاد المفوضية الأوروبية بشأن القائمة السوداء ورفع العراق وعدم إدراجه على هذه القائمة السوداء، وقامت ببعث ربما ما تحتاجه من معلومات وخطط وما إلى ذلك، ولكن اليوم دون جدوى. يعني إذا ما قررت المفوضية الأوروبية إدراج العراق وهو ما حصل، فإن ذلك يعني ربما أخذت على الحكومات السابقة وليس لا يأخذون المؤشرات الحالية، أليس كذلك؟ لا، المؤشرات الحالية والحكومات السابقة. هنالك مسألة يعني مثلا لا يتصورها من يعمل في غسيل الأموال. عندما تنقل الأموال، أي دولار أعيدها، نعم، يخرج من العراق إلى أي مكان في الدنيا، إلى أستراليا، إلى إسبانيا، إلى الصين، إلى مثل ما نقول القطب الشمالي، لابد له أن يذهب إلى واشنطن أولا ثم يذهب هناك. هذه آلية حركة انتقال الدولارات في العالم. هذا الوضع الطبيعي دكتورة؟ نعم. مع إدراج الدول على القائمة السوداء كيف يصبح هذا الأمر؟ لا، أكثر صعوبة؟ أنا لا، بالعكس، أنا أبدأ أنقل لك هذا الشيء حتى تعرف لماذا أدرجنا على القائمة. نعم، جميل، تفضل. لأنه هم يتصورون أنه من يهربون أموال، أو عندما يعني نقول تنقل في غسيل الأموال أو عمليات يصوروها من بينه. لا، هي من بينه، واضحة وضوح الشمس. ولذلك هم من الممكن لهم أن يصدروا عقوبات. عندما يصدرون عقوبات هنا الخطير، معناها لن يسمحوا لنا بإرسال الحوالات المصرفية أو نقل الأموال إلى الخارج. يعني نفترض أنه أنا مواطنة في عمان وأريد أستلم حوالة من بغداد 200 دولار، بعد ما تصبح سهلة. على فكرة إجراءات البنوك العراقية وشركات الصيرفة تمارس بدقة مع صغار المحولين والأفراد العاديين، لكنه هي من الممكن أن تعبر مئات الألوف من الدولارات للشخص غير العاديين. ولكن دكتورة، يعني ذكرتي قبل قليل مبلغ زهيد، مبلغ 200 دولار. نعم. هل هذه الأمور تجري على المبالغ الصغيرة والكبيرة، أم هناك سقوف معينة للتحويلات المالية التي تخضع لهذه الإجراءات المشددة؟ لا، هذه تجري أصلاً، يعني أنا كيديا كمواطنة عادية، تجري مع المبالغ الصغيرة. نعم. المواطنين العاديين، لكن المواطنين الكبار غير خاضعين. أعطيك مثال آخر وهذا خطر جدا، وهذا لأول مرة ينذكر في وسيلة إعلام. تفضل. رواتب الفي آي بيز اللي بال هذا اللي يكونون يعني بالرئاسات الثلاث، هذول الفي آي بيز اللي هم رؤساء وبرلمانيين ووزراء و لديهم بطاقة خاصة من بطاقات أحد المصارف المخول بمنح الفيزا كارت، وتدعى هذه البطاقة بالبلاتينيوم. نعم. كارت، بس لهذول الناس، مو إلنا إحنا المواطنين العاديين. حتى لو قد ما كان رصيدنا، إحنا نعرف إنه البنك ينطيك على ضوء رصيدك اللي صحيح. موجود عندك. يعني نفترض أنا عندي 100,000 دولار، عندهم لا، أنا مشمولة حالي حال الباقي. هذا البنك ينطيهم إلهم، وهذولا مستثنين من شروط نقل الأموال. هذا الإجراء من 2006 لحد الآن، هؤلاء يحق لهم أن يسافرون إلى الخارج ويسحبون بهذا البلاتينيوم فيزا كارد إش قد ما يردون من أموال، وهم رواتبهم هنا أرقامها عالية. فدا تلاحظ شلون خروج الأموال. لا. هذا تتصور أنه برا ما لاحظه، اللي لاحظه قالوا لك أنه العراق الآن دا يصيح عندي عجز وأريد أقترض وما عندي أدفع رواتب موظفين القطاع العام ولا عندي أدفع تقاعد، لكن هم بالمقابل دا يشوفون الثروات اللي برا والأموال اللي دا تطلع إلى الخارج. ما مدى دقة هذا الرقم دكتورة سلام عندما يتم الحديث عن
إخراج أموال من العراق بقيمة 4.5 مليار دولار في فترة قصيرة. بالعكس، هذا أقل من الواقع، هذا أقل بكثير من الواقع. يعني جميع هذه المؤشرات تأخذها المفوضية الأوروبية وجميع الجهات المعنية في مراقبتها لهذه الدول، ولكن دكتورة سؤالي، عندما يعني يوضع العراق مع كل من إيران، كوريا الشمالية، أفغانستان، باكستان، اليمن، سوريا، هل الاقتصاد العراقي سيء وخطير ويشكل تهديدا على النظام المالي العالمي وتحديدا للاتحاد حسب ما وصفته المفوضية الأوروبية؟ هل يشكل إلى هذه الدرجة يعني خطرا وتهديدا للنظام المالي للاتحاد الأوروبي؟ العراق ليس خطرا، يعني العراق أضعف من أن يكون خطرا، ولكنه لأنه ضعيف هنا الخطورة. عندما يكون ضعيف، عندما يكون الاقتصاد ضعيفا، نعم، وغياب المنظومة القانونية وغياب سيطرة الدولة وسيادة القانون، وإحنا اللي يسموها النظام الحوكمة في المصارف، اللي هي اللي لازم يتابع عن طريق تطبيقات معينة وشفافية تبين لك حركة الأموال، هذه غائبة عن مصارفنا. إذن أنت تكون في اقتصاد هش مفتوح معرض لكل العمليات غير القانونية من كل الدول الدائر مدايرك وكل البؤر، مثل ما أكو بلدان أصلاً خارج التصنيف. لماذا؟ لأنه هي هناك ممكن تكون عمليات غسيل أموال، التجار بالبشر، التجار بالأعضاء، يعني كل هاي يصير. فهي لما يوصل البلد إلى هذه المرحلة هنا الخطر، يدق جرس الإنذار، ولذلك تمنع الدول من التعامل معه. نعم، برأيك دكتورة سلام، مع جميع هذه المؤشرات، هناك سبب رئيسي من المؤكد أن الأوروبية المفوضية الأوروبية وضعت العراق على هذه القائمة السوداء، أبرز تلك الأسباب ربما التي استندت عليها المفوضية في هذا القرار؟ هي عدم السيطرة على الأموال المستولى عليها من مزاد العملة ونافذة بيع العملة، لأن نافذة بيع العملة المفروض توفر الدولار حتى بطريقة متاحة حتى تمنع صعود، يعني وجود مضاربات تؤدي إلى عدم الاستقرار بالاقتصاد وإلى ضرب قيمة الدينار العراقي، فبالتالي هو متاح. لكن اللي دا يصير إنه دا يستولى على الدولار بعقود تجارية مزورة، وتهرب الأموال بطريقة يعني بغطاء رسمي، لأنه دا يحصلون عليه بغطاء رسمي من البنك المركزي. صحيح. للأسف البنك المركزي مو ذنبه، البنك المركزي عنده نافذة ودا يستلم أوراق تجارية، لكن من صدق هذه الأوراق ومن أعطاها ومن فتح هذه المستندات التجارية؟ هذا جرس إنذار لوزارة التجارة، نعم، لدائرة مسجل الشركات، وبالتالي أين هي البضاعة المادية مقابل هذه الأموال؟ لأنه أنا لما أنطي أوراق أنه أنا يبطوني الدولار لأن أستورد للعراق نفترض حديد، طيب بالتالي يجب أن يكون هناك بضائع. نعم، اللي دا يصير أنه هذه ما موجودة. نعم، طيب اسمحي لي دكتورة سلام أن ينضم إلينا عبر الهاتف النائب أحمد حمر رشيد، عضو اللجنة المالية النيابية. دكتور مرحبا بك. مرحبا، أهلا وسهلا بك ورحب بضيفك الكريم. حياك الله سيد أحمد. نبدأ بيعني إدراج العراق على القائمة السوداء للمفوضية الأوروبية فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ماذا يعني ذلك اليوم للاقتصاد العراقي وتأثيره أيضا على البرنامج الاقتصادي للحكومة العراقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يعني تراجع بالنسبة للعراق بالنسبة للتصنيف الإثماني وتصنيف البنك المركزي العراقي. كان البنك المركزي قد حصل على مرتبة وخرج من المنطقة الرمادية، لكن تراجع بسبب إدراجه في قائمة الدول السوداء. هذا يرجع إلى سنة 2016، كان هناك داعش وكان هناك شركات حوالى يحول إليها الأموال ومن ثم يختفي هذه الأموال. هذه أولا. المسألة الثانية، كان في بداية 2005 إلى 2008 لم يكن هناك نظام RTGS في المنظومة المصرفية، بالتالي أي واحد كان يستطيع أن يأخذ وصل أو تشيك من أحد البنوك ويستلم دولارات في البنك المركزي ثم يرجع الأموال إلى تلك البنك. ما بعد 2008 حينما نشأت نظام RTGS
بدأ الشكوك حول مصادر حول استقرار الأموال. دائما هناك مساءلة للبنك المركزي وهناك متابعة من قبل ريجال بنك للدولارات التي يصرفها الحكومة الاتحادية أو البنك المركزي. نعم. حقيقة البنك المركزي حريص على أن يذهب دولاراتي باتجاه الاستيرادات، لكن المشكلة ليس هناك ربط بين الهيئة العامة للجمارك ودائرة الضرائب والبنك المركزي. يعني حينما يصرف دولارات إلى أحد الزبائن لا يعلم هل هذه القضية فعلا دخلت بضاعة في مقابلها، هل أخذت منه الضريبة. إذا قارنا هذه المسألة بمسألة استيرادات العراق سنويا قد يبدل حوالي 40 مليار دولار أو أكثر من ذلك. يعني حوالي كان عندنا لدينا إحصاء في اللجنة المالية من 2005 إلى 2014 57% من الدولارات خرج من العراق، وكان هناك مبلغ 312 مليار دولار تابعناها بشكل حثيث، لم نحصل على أجوبة كافية. وبالتالي المسألة ليست لدى البنك المركزي، المسألة لدى الجهات الأخرى. لا يوجد. نعم صحيح، وهذا ما أكدت عليه أيضا ضيفتنا الدكتورة سلام سميسم، ولكن هذا المبلغ الذي تفضلت به مبلغ كبير جدا ونسبة تقريبا تقارب نحو 57%، لا يعلم أين صرفت هذه الأمول وأين ذهبت اليوم. حقيقة كان هناك متابعات حوالي تقريبا 115 مليار حولت عن طريق فتح اعتمادات مستندية لشراء الحكومة للبضائع والتزامات الحكومة. حوالي 85 مليار دولار كان مساهمة القطاع الخاص في الاستيرادات. يعني كان هناك شكوك حول 112 مليار دولار من 2005 لحد 2014. هذا ما ذكر في تقرير أعده فريق كامل من المحاسبين كان طرحه السيد رئيس اللجنة المالية الدكتور أحمد شلبي الله يرحمه. نعم. وكان هناك متابعة حثيثة، لكن مع الأسف ما بعد وفاة السيد الشلبي اختفى هذه المتابعة. نعم طيب سيد أحمد، نتحدث عن من الناحية التشريعية وهو قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليوم في الدولة العراقية، ماذا بشأن هذا القانون؟ هل ينقصه تشريعا؟ هل ينقصه اليوم يعني ربما تعديلا عليه؟ هل هو ساري المفعول هذا القانون؟ ماذا بشأنه؟ بالتأكيد هذا القانون ساري المفعول، وهذا القانون كان هناك إلحاح من قبل البنك المركزي وقد تم المصادقة عليها في فترة وجيزة من قبل السلطة التشريعية. لكن المشكلة في العراق ليس هناك إحصائيات دقيقة وليس هناك نظام أتمتة بين المصارف، ومسألة أن النظام السويفت ليس فعالا في العراق. صحيح أن البنوك العراقية حوالي 77 بنك يتعاملون مع نظام سويفت، لكن بما أن هناك صكوك طيارة وتعامل الجهات المختلفة، مثلا أقليم كردستان يتعامل لوحده، السلطة النقدية في بغداد يتعامل لوحده، السلطة هيئة الضرائب يتعامل لوحده، كل هذه المشاكل بما أنه غير مرتبط وليس لدينا قاعدة بيانات أدى إلى هذا الخرق في هذا المجال. نعم طيب سيد أحمد، يعني في سؤال أخير، اليوم دوركم كلجنة مالية نيابية بالتعاون مع الجهات المعنية في الحكومة العراقية في محاولة لإخراج العراق من هذه القائمة، ما الإجراءات الواجب اتخاذها أو لم تتخذها الحكومات السابقة؟ طلبنا من البنك المركزي والتي بي اي جميع الأرصدة لدى البنوك الأخرى في الدول المجاورة والدول الأقليمية. لدينا شكوك حول الأرصدة الموجودة لدى بعض البنوك، لذلك طلب اللجنة المالية اجتماع سريع جدا واجتماع موسع يجمع كافة الأطراف حتى نعلم ماذا ينبغي أن نفعله في هذا الصف. نعم كل الشكر النائب أحمد حمار رشيد، وأنت عضو اللجنة المالية البرلمانية، على هذه الإيضاحات.
أعود لضيفتي دكتورة سلام سميسم. دكتورة سلام، يعني سمعتي وسمعنا سويا ما تفضل به سيادة النائب وما هي الإجراءات الواجب اتخاذها. يعني أنا قد فهمت ربما من حديثه أن المشكلة اليوم تكمن في المصارف وعدم معرفة أين تذهب هذه الأموال، وتحدث تحديدا عن موضوع الأتمتة. موضوع الأتمتة يعني قديم جديد ودوما ما نتحدث به وتتحدث به الحكومة العراقية، ولكنه يحتاج إلى وقت طويل لتنفيذ مثل هكذا مشروع في الدولة العراقية. لا أبدا، هو قصير، لكن هنالك أطراف معارضة لهذا النشاط، بدليل أنه كان هنالك فريق من البنك الدولي منذ 2010 وبقت 3 سنوات إلى 4 سنوات يحاول يدرب موظفي البنك المركزي، يحاول يزج موظفيهم، لكن كانت نفس الإدارات الحكومية تقف بالضد من هذا التطبيق. نعم، يعني في زمن سابق تحدثت عن 2010، نحن اليوم في 2020 وهناك توجه أعتقد من قبل الحكومة بهذا الشأن، ولكن هل الموضوع فقط ينحصر بتدريب موظفي البنك المركزي العراقي، أم يجب على الدولة العراقية اليوم يعني أن تربط جميع المنافذ الحدودية والجمركية والبنك المركزي ونظام المصرف العراقي جميعها تكون تحت شبكة واحدة من ناحية الأتمتة؟ اسمح لي ابني العزيز، تفضلي. هنالك مسألة مهمة جدا، هذه القضايا كلها تحتاج إلى إرادة سياسية. نعم، ليست هنالك إرادة سياسية في العراق إلى انتشال الاقتصاد العراقي من هذه الكارثة، هذا أولا. ثم هنالك مسائل هي تكون دليل على ما ذكرت، بمعنى مثلا لم يحاسب أحد على قضية تعارض المصالح، هذه قضية مهمة في الاقتصاد. ولذلك عندما تفضل سيادة النائب وأشار، كانت إشارته بالضبط يعني في الهدف، قال الضرائب وحد والجمارك وحد والبنك المركزي وحد وهذا كل واحد وحد. نعم، لكن لو كانت موحدة تبين لك أول شيء مثلا تعارض المصالح. يعني مثلا أنا أحكي لك شيء، هيئة الأوراق المالية هسه وقعت اتفاقية ويا البنك المركزي، صحيح، زين، لكن من يتولى إعداد البنك المركزي، تدريبهم؟ عضو هيئة أوراق مالية سابق وهو مسيطر على المصارف الخاصة ويسيطر على أسعار الأسهم ويسيطر على البنك المركزي، يلا وينهم؟ شو وين النزاهة؟ وين هذا الكونفليكت اوف انترست يسموه، اللي هو تعارض المصالح. ما حد يحاسب. طيب، وغيرها وغيرها، تحويل الأموال مثلا عن طريق فتح قيود نقل بيع الأسهم، هذا فشيء أبدا ما خاطر ببال أحد، لأنه أسعار الأسهم عندنا بالعراق بالفلس مو بالدينار، والدينار إذا نعلم أنه جقد انهارت قيمته من وراء الحصار وبعدين عود تحسن وراء 2003، فلك أن تتصور. لكن ما حد يدري أنه مثلا ينباع مليار سهم من فلان شركة، لكن هي قضية لنقل الأموال من وإلى. نعم، وهي إحدى الطرق اليوم لغسيل، إحدى الطرق المهمة واللي لعبت بها دور قوى كبيرة. نعم، وقوى تهدف إلى التخريب الاقتصادي، وقوى تهدف إلى حفاظ على منقول مصالح اقتصادية لآخرين غير العراق. نعم، طيب، إدراج العراق اليوم دكتورة سلام سوف يؤدي إلى فرض مزيد كما تفضلتي من القيود على التحويلات المالية وعلى جذب الاستثمارات التي دوما تنادي بها على الحكومة العراقية، ولكن الموضوع الأهم، ما هو حال الشركات الأوروبية الموجودة أصلاً في العراق دكتورة سلام؟ نتحدث عن سيمنز الألمانية وغيرها من الشركات الأوروبية، كيف سيكون وقع الحال اليوم؟ أولاً هو في العرف التجاري أنه العقد شريعة المتعاقدين. نعم، فوجود العقود هي التي ستحمي المصالح، لكن هي هذه الشركات تعاني قبل غيرها. ليش؟ لأنه في العراق للأسف لا توجد مظلة قانونية، يعني عندما يتعرض أي طرف أو أي شركة من هؤلاء إلى مشكلة قانونية للأسف تتدخل بها أشياء مثل ما حدثت ويا شركات النفط وهذا الأطراف العشائرية، في حين هم لو كانوا في بلد
المرجعية فيه للقانون فأكيد سيحتكمون للقانون. هم يعانون أصلا من هذا الشيء، والكثير تم يعني إعلامهم بذلك، وأيضا إحنا كعراقيين كلنا نحكي ونكتب وكذا ونعلن عن طريق وسائل الإعلام يابا هذه الأشياء، المسائل العشائرية راح تنفر المستثمرين، راح تهرب. وفعلا الآن مؤشرة هذه المسألة كإحدى أهم المسائل الطاردة، وهذا ما حدث مع شركات النفط في الجنوب وأيضا مع الشركات الأخرى سواء الكهرباء أو غيرها. نعم، ولكن هل باعتقادك أن هذه القيود سوف تفرض أيضا على الشركات الأوروبية العاملة في العراق دكتور السلام من ناحية التمويلات والتدقيق والتشديد على هذه الأموال التي تحول أو سوف تحولها الشركات هذه إلى خارج العراق؟ هل تعامل معاملة الشركات الأخرى الموجودة داخل العراق؟ لا، يعني أكيد أكو مثل ما نقول استثناءات لهذا الشيء، لأنه هم أصلا يعني نقول بالإنجليزي already involved، يعني أساسا هم يعني منخرطين موجودين داخل العراق ومصالحهم موجودة حرام تنضرب. بس هنالك قضية مهمة أريد الإشارة إليها. تفضل. واحدة من الألعاب اللي لعبوها بالعراق واللي صوروا أنه ما راح تؤدي إلى نتائج وهذه أبرز نتائجها، هي رفض التعاون مع الجهات التدقيقية المحاسبية العالمية. في العراق هنالك بعض الشركات، أقول في العالم، هذه الشركات معتمدة وفق معايير عالمية، يعني ما تنتمي لدولة أو كذا، هاي تطبق المعايير العالمية. نعم. بحيث أنه هي مثلا تستدعى من الأمم المتحدة ومن غير طرف أنه يبى يشوف لنا حسابات هذا البنك المركزي لهذه الدولة، هل عنده عمليات غسيل أموال أو لا، فيدققوها، وختمهم هو إجازة مرور، لأنه هم يأكد فيما لو كان هنالك غسيل أموال أو كانت هنالك يعني استثمارات مالية مشبوهة. في الفترة الأخيرة بالعراق شنت بعض الأطراف المحاسبية بتواطؤ مع بعض القوى السياسية لحماية مصالحها حرب على هذه الشركات. طبعا هاي الشركات كان البنك المركزي متعاقد مع اثنين منها، ووزارة النفط ايضا متعاقده. ليش؟ لان حتى تبين شفافيتها امام العالم. نعم. تمت محاصره هذه الشركات، محاصرتها بالعمل يعني. اولا منعوهم من ان يتعاملون ويا المصارف الخاصه، وقالوا المصارف الخاصه ما تدقق حساباتها ولا تفحص الا من شركات محليه. أليس هذا القرار كان عائدا للبنك المركزي العراقي؟ من يعني الذي يفرض سلطته على هذه الشركات ويمنحها من التعامل مع المصارف الخاصة دكتورة؟ من شن الحملة هي نقابة المحاسبين. نعم. ونقابة المحاسبين احنا نعرف كل النقابات بالعراق للأسف عندنا مثل عصر البعث، النقابات تعود إلى المكاتب المهنية للأحزاب، فكانت هذه الطريقة هي لرفع الرقابة عن المصارف الخاصة لكي لتبويب أموالها حتى تتهرب إلى دول الجوار. إذن يعني عندما يخرج وزير الخارجية العراقي ويبدي رفضه بداية بإدراج العراق على هذه القائمة ويقول يعني على مدار العامين الماضيين قمنا بإيصال وتوفير المعلومات الضرورية وذات الصلة لأصحاب الشأن في المفوضية الأوروبية حتى لا يندرج ويدرج العراق على هذه القائمة السوداء، ما الذي قدمه العراق في ضوء كل ما تفضلت به دكتورة سلام؟ العراق تراجع، العراق تراجع. أنا أحكي لك يعني كمتابعة، مواطنة عراقية متابعة وباحثة، العراق تراجع. العراق كان يتعامل مع فلان وفلان وفلان في أطراف عالمية وحساباته معروفة والجهات اللي يتعامل بيها معروفة وطرق محاربته لغسيل الأموال معروف، يبدي يلغي هذا التعامل ويصدق على مكاتب محلية مشكوك في انتماءاتها وتنطي أختام مقابل رشاوي ونمشيها؟ يعني احنا عندنا خلل في التركيبه، في تركيبه صنع القرار الاقتصادي في البلد وايضا في متابعه ذلك. يعني انا مثلا اوجه خطاب الى السيد وزير الخارجيه من منبركم هذا. تفضل. من يتولى رئاسه الدائره الاقتصاديه في ديوان وزاره الخارجيه؟ يلا خليه تقولوا لي.
كل مرة يجيبون سفير بالوكالة، وطبعا ما جايبين اقتصادي أبدا، وإنما السفير يخضع لجزء من المحاصصة يناوبون بهم على هذا المنصب. نعم. إحنا لو كان عندنا اقتصادي محترف ويجيد لغة إنجليزية ويتخاطب مع الأطراف العالمية، ما نوصل لهذه المرحلة. طيب دكتورة، يعني في حديثك قبل قليل عن الجهات الدولية المحاسبية التي منعت اليوم من الرقابة أو مراجعة المعاملات للنظام المصرفي والبنوك العاملة في العراق، اليوم المعاملات اليوم في العراق في غالبيتها هي معاملات ورقية، لا يوجد هناك كما تحدثنا أتمتة أو نظام إلكتروني يعني يعمل على أساس هذا النظام المصرفي. إذا ما أرادت هذه الجهات اليوم أن تدقق هذه العمل برمته من جانب البنك المركزي ونظام المصرف العراقي، كيف يمكن لها اليوم أن تدقق يعني هذه السنوات الطوال على مدار الحكومات المتعاقبة في ظل هكذا نظام مصرفي رجعي؟ لا، هم يمكنهم ذلك لأنه داخل كل يعني نقول دائرة أو نقول يعني مصرف أو بنك، نعم، لديه نظام الخاص به. هذا النظام الخاص به يسهل متابعة تحركاته، لكن ما مربوط بالنظام المصرفي ككل. يعني نظامنا المصرفي يقيمون كل جهة على حدة، تقصدين دكتور؟ أي نعم. نهاياته سائبة، ولذلك كانت عمليات التدقيق والدراسة والتدقيق المحلي تجري لكل وحدة منفصلة، لكن مع البنك المركزي لا، غير شكل. البنك المركزي متعاون، لكن للأسف أنا قلت لك هنالك إدارات داخل هاي المصارف اللي مرتبطة بمكاتب محلية هي اللي تتولى هذه، يعني نقول هذه العملية التي أدت بالنتيجة إلى عقوبات تجاه الاقتصاد ككل. نعم. وليس تجاه، ولكن المسؤول الأول اليوم دكتورة برأيك هل هو البنك المركزي؟ هل هو مقصر في رقابته على هذه شركات الصرف والبنوك وما إلى ذلك ووزارة التجارة؟ البنك المركزي يسير وفق القوانين، بدليل محافظته على معدل الاستقرار لسعر الدولار مقابل الدينار العراقي. يعني نعم. ما يصعد لنا واحد بالعشرة بالعشرة آلاف، واحد بالألف، هذا مو فتشي، لكنه على العموم حافظ على مستوى الاستقرار النقدي، وهذه هي أصلا يعني نقول نقطة كبيرة وإنجاز يسجل للبنك المركزي، واللي أيضا يحسب إلى عند صندوق النقد الدولي. نعم، ولكن من الناحية الرقابية دكتورة، الناحية الرقابية هو دا يحاول، لكن لما يطلعون قرار بضغوطات أنه يجب أن تكون رقابة حسابات المصارف الخاصة عائدة لشركات المحاسبة العراقية وليست للشركات العالمية، فهذا هنا جرس انذار. نعم. طيب سوف نكمل نقاشنا دكتورة سلام، ولكن دعينا نشاهد هذا التقرير ونعود للمناقشة. لا تزال الأزمات الاقتصادية تؤثر وبشكل حاد على مجريات الأحداث الاقتصادية في العراق، أما الإصلاح الاقتصادي فكان العنوان الأبرز خلال الأسبوع. إحدى تلك الحلول المطروحة كانت من نصيب النائب جمال كوجر عضو اللجنة المالية النيابية، الذي أكد أن السيطرة على المنافذ الحدودية ستدعم الأمن الغذائي في البلاد وتدعم الدولة في ثلاثة ملفات أهمها توفير السيولة المالية التي تحتاجها الدولة. أما ازدواجية الرواتب التي تكلف الدولة مبالغ طائلة تقدر بنحو ملياري دولار شهريا، فقد قدمت اللجنة المالية مقترحا لحصر الموظفين تمثل بالبطاقة البيومترية حسب ما كشفه عضو اللجنة المالية النيابية عدنان الزرفي، والذي أكد أيضا أن شمول جميع الوزارات والهيئات بإحصاء عدد الموظفين وعناوينهم الوظيفية ومستحقاتهم المالية هي محاولة جدية لحصرهم في برنامج حكومي واحد يخضع لإشراف القطاعات المختصة مثل مجلس الخدمة الاتحادية في وزارتي المالية والتخطيط. ملف آخر أثار غضب أعضاء في البرلمان من اللجان المالية والاقتصاد والنزاهة هو ملف الاتصالات وتراخيص عمل شركات الهاتف المحمول.
هذا التجديد الذي وصفه النواب بأنه سيضر بمصالح الدولة الاقتصادية ضررا كبيرا، لكون أسعار الرخص قبل 15 عاما كانت أقل بكثير من الأسعار الحالية، حيث تعتزم الهيئة مجاملة الشركات مقابل عدم حساب الفرق السعري بالرخص، إضافة إلى أن الهيئة تغطي على مخالفات كثيرة تتعلق بالأداء الفني للشركات وعدم اتخاذها إجراءات حقيقية تجاه مواضيع الاحتساب بالثواني والدقائق للمكالمات، وهو المعمول به عالمياً. النائب محمد شياع السوداني أكد أن القرار يثير علامات استفهام عديدة، إذ لا يختلف اثنان على رداءة عمل الشبكات والمستوى المتدني من الخدمة التي لا ترتقي إلى مستوى دول الجوار من خدمات الهواتف النقالة، مع فرق كبير في أجور هذه الخدمة قياسا بتلك الدول. الملفات الاقتصادية في العراق كثيرة، وهي تحتاج إلى إعادة النظر فيها من ناحية المراقبة وتحسين الأداء من أجل رفع الكفاءة المطلوبة وتقديم خدمات تليق بالمواطن العراقي الذي ضاق الأمرين من الفقر والبطالة ورداءة الخدمات. حياكم الله مشاهدي الكرام مجددا. دكتورة سلام، استمعنا وإياك إلى التقرير وهذه المخاوف الاقتصادية وماذا سوف ينعكس على الاقتصاد العراقي. هناك حديث كثير يدور حول المنافذ الحدودية وضرورة فرض سيادة الدولة على جميع اليوم ربما المراكز التي بتوفر للدولة هذه الإيرادات. ما مدى ارتباط اليوم فرض سيادة الدولة على جميع هذه المنافذ، جميع الأماكن التي تأتي بإيرادات الدولة العراقية على الاقتصاد العراقي، وعلى هذا يعني التصنيف للعراق ووضعه وأدراجه ضمن القائمة السوداء؟ هي لما ذكرت لك في البداية خمس مؤشرات، أهم مؤشر هو الحرية الاقتصادية. نعم. اللي يتضمن 10 مؤشرات، تقريبا 2 منها مباشرة تتعلق مباشرة يعني بمسألة المنافذ الحدودية. 1 هو في تنويع إيرادات الدولة وكيفية أنه الدولة تعمل على تنويع الإيرادات وجلب الموارد للبلد وحصر هذه الموارد. ثاني شيء أيضا الإدارة المالية للمرافق الاقتصادية للبلد، ولا سيما الضرائب والجمارك. فإذا تطلع الدولة يعني بالنسبة للمؤشرات الموجودة عند المتلقين أو عند الجهات المتابعة اللي هي الجهات الأجنبية المراقبة والكذا، نعم، للتصنيفات، عندما تتضح أنه هاي الدولة أصلاً هي ما تعرف تجيب موارد، وهي ليست باستطاعتها أن تسن أو تطبق قانوناً للإدارة المالية بطريقة يضمن يعني نقول تنوع ضرائبي وجمركي اللي بحيث يحقق أهداف اقتصادية، فمعناها أنه هاي الدولة غير قادرة على شيء. معناها هذه الدولة هنالك خلل في طريقة إدارتها الاقتصادية لبلدها، فكيف يمكن أن نتعامل معها في باب الاستثمارات؟ نعم. طيب، سوف يعني نحول هذا السؤال للسيد أحمد الصفار وهو مقرر اللجنة المالية النيابية معنا عبر الهاتف. سيد أحمد، مرحبا بك. أهلا وسهلا. نتحدث عن إدراج العراق سيد أحمد على القائمة السوداء لغسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل المفوضية الأوروبية، وأثر ذلك على الاقتصاد العراقي وأنتم كلجنة في البرلمان العراقي. نعم، تحية لك ولضيفتك الكريمة. إياك الله. ولمشاهدي فضائية التغيير، حقيقة مع الأسف مشاكل في العراق يوما بعد يوم هي في زيادة، سواء على المستوى المالي أو الاقتصادي أو الصحي أو الاجتماعي، أو حتى على مسألة العدالة الاجتماعية و المؤشرات اللي تعبر عن الوضع المعيشي في العراق هي مخيفة الحقيقة، سواء ما يتعلق بنسبة الفقر أو البطالة أو غير ذلك، حتى ما يتعلق بمستوى الجرائم اللي هي ناتجة عن هذا التفكك الاجتماعي والضيق وعدم العدالة الاجتماعية. فبالتالي
يعني أي مؤشر أو أي حالة عامة تطلع على العراق فهي متوقعة، لأنه ابتداء سيد الكريم أنه في العراق خلال يعني الوضع الحالي هو نتيجة لتراكمات سنوات عديدة من الفوضى الاقتصادية والمالية، عدم وجود سياسات اقتصادية ومالية سليمة، عدم الاعتماد على نظام اقتصادي واضح، لأنه أنا أكثر من مرة أتكلم في هذا الموضوع. الأساس هو ابتداء أنه تحدد ماهية النظام الاقتصادي اللي راح تعتمده. نعم. ما نعرف إلى حد الآن، يمكن الضيف الكريم ما عرف معايا لو لا، شنو نوع النظام الاقتصادي اللي نعتمده في العراق حتى على أساسه نحدد السياسات المالية والاقتصادية. يعني لا هو نظام رأس مالي حر يعتمد على القطاع الخاص ويكون هناك قوانين تحمي هذا القطاع وتأشر يعني نظام عمله، ولا هو نظام اشتراكي مركزي الدولة تتولى عملية الإدارة الاقتصادية. لذلك خلال الفترة السابقة كان هناك ضياع بين عدم معرفة ماهية النظام وبالتالي عشوائية السياسات الاقتصادية، حجم الأموال الكبيرة التي صرفت في هذا الاقتصاد كان ممكن بناء أكثر من دولة. إلى حد الآن أبسط مقومات البنية التحتية الاقتصادية ما موجودة بالعراق، وبالتالي عملية العمليات الأخرى أو ما ينتج عن هذا النظام والسياسات بالتأكيد راح يكون غير سليم، وهو ما يتعلق بالنظام المالي والنظام الصيرفي في العراق. يعني إلى حد الآن نحن نعتمد على مسألة التعامل النقدي الكاش، يعني نعم. حضرتك تعرف يعني هاي العملية ما بقت دول العالم، حتى بالدول اللي كانت نامية ومتخلفة. صحيح. وقت اللي كان العراق دولة تقريبا بدأ الاقتصاد العراقي ينهض، هذه الدول كانت بعيدة كل البعد عن العراق. الآن هي بدأت تغير من اقتصادياتها، من نظامها المالي، من نظامها الصيرفي وغير ذلك. بالتأكيد يعني على لسان المسؤولين العراقيين، يعني سيد وزير المالية عندما استضفنا باللجنة المالية ذكر معاناته وذكر كثير من الأمور اللي يعني أنا كاقتصادي كمتخصص بالمالية العامة استغربت من كيف يعني يتم إدارة الدولة بهذه الطريقة، أنه دولة مجرد انخفاض في أسعار النفط لمدة شهرين تقريبا على إفلاسها، يعني إذا أنت ما تقدر تدفع رواتب يعني هذا الشيء، يعني بالتالي أنت عندك احتياطي نقدي في البنك المركزي، شنو قيمة هذا الاحتياطي إذا الموظفين أو نعم. طيب. نعم. طبعا حتى لا نبتعد دكتور سيدة صفار عن موضوعنا كثيرا، على أساس هذا الميزانية الخاوية في العراق كما تفضلت، على أساسه تم إقرار قانون الاقتراض المحلي والخارجي من قبل البرلمان العراقي وتحديدا اللجنة المالية، كيف سيؤثر قرار الاتحاد الأوروبي على قانون الاقتراض الخارجي؟ أتحدث اليوم من سوف يقدم على إقراض العراق على مبلغ 5 مليارات دولار وهو في القائمة السوداء من قبل الاتحاد الأوروبي، وإذا ما وافقت هذه الجهات أو هذه الدول على إقراض العراق كم نسبة الفائدة يمكن أن تكون؟ هو بالتأكيد كل ما زادت المخاطرة والبيئة بالنسبة للمقترض راح يؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة، ولكن هناك أعتقد مفاوضات بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي وبعض المصارف العالمية قبل هذا القرار، وأعتقد يعني أنا كان باعتقادي أنه ممكن عدم الاقتراض الخارجي، لأنه إحنا في موازنة 2019 وقفنا الاقتراض الخارجي حقيقة، لأن شعرنا
خطورة المديونية، تراكم الدين الخارجي عن العراق، وقفنا الاقتراض الخارجي واعتمدنا على الاقتراض الداخلي. نعم. يعني الموازنة ومسألة العجز هي مسألة متعمدة مقصودة، يعني أنت ممكن أنه تعمل موازنة نعم. بدون عجز. نعم. حسب الإيرادات الموجودة عندك. نعم. بس لكن الإجابة على سؤالك أنه بالتأكيد هذا يؤثر على سعر الفائدة ويؤدي إلى صعوبة الاتفاق والحصول على القرض الخارجي، وهذا تحصيل حاصل لما موجود بالعراق وعدم سيطرة الدولة على القطاع المالي والمصرفي. نعم. مئات المصارف الأهلية موجودة وما أكو سيطرة عليها، وهناك مصارف ربما بكل سهولة تحول أموال من العراق إلى الخارج أو بالعكس. صحيح. يعني مسألة غسيل الأموال هي مسألة موجودة، لأنه أنت اليوم إذا تروح خليلك وديعة بالبنك أو حتى إذا تسحب أموال ما أكو سؤال عليك. وصلت الفكرة السيد أحمد الصفار، وعذرا على ضيق الوقت، كل الشكر لك، وأنت مقرر اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي. أعود للدكتورة سلام. دكتورة، في أقل من دقيقة اليوم سأل سؤال السيد أحمد الصفار وقال النظام الاقتصادي العراقي اليوم، ما هي الاقتصاد العراقي؟ هل هو اقتصاد اشتراكي أم اقتصاد حر؟ أين نحن اليوم؟ كما يقال في علم الكيمياء، لا طعم ولا لون ولا رائحة. أشكرك على هذا الاختصار. نعم، شكرا. كل الشكر لك يا دكتورة سلام السبيسم على جميع هذه المعلومات وجميع هذه الإيضاحات. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام على المتابعة. حلقة أخرى الأسبوع المقبل، في أمان الله.